ازيك يا ساوس؟ ازيك يا بنت، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مالك بص في الارض ليه؟ بص مني، ده راجل كبير من سن ابوك يا بنتي. لا والله، لا والله يا بيه، مش القصد، يعني انا بس يعني اول مرة اتحط في موقف زي ده. موقف ايه؟ يعني انا اكون محتاجة لحد واطلب حسنة، يعني ان اشحط. بس ما تضايقنيش خالص. يعني والله يا بيه احنا ناس محترمين، يعني احنا عمرنا ما ادينا ايدنا لحد. ده انا جوزي ده مدرس قد الدنيا، بس الحوجة مرة بقى. انا جوزي لو عرف ان انا هنا والله ده هيطين عيشتي. ليه يا سوسن؟ ايوه عايز يا بيه، تخلف ليه؟ يا بيه انا وحيدة من وانا صغيرة، امي وابويا ماتوا، يعني مليش حد في الدنيا دي. وجوزي ممكن يرميني في أي وقت ويطلقني، أنا بقى ساعتها هعمل ايه؟ فأنا يعني شايفة ان الوحيد اللي ممكن هيقف جنبي ويبقى ظهري وسندي في الدنيا هو ابني من صلبي. وأنا يا بيه مستعدة أعمل أي حاجة، أي حاجة، بس أخلف. أي حاجة أي حاجة أي حاجة خلاص، ده مع الدكتور وفلوسك هتبقى جاهزة بعدها. ألف شكر يا بيه، ربنا يخليك ويعلي مراكبك. عن إذنك بقى، سلام.